أعزائي المشاهدين، في اليومين اللي احنا بنعيشهم دول ظهر لنا كم حاجة مش شبهنا كمصريين جدعان. كان أخطرها التثبيت، واللي ما يعرفش يعني تثبيت أقوله يعني خطف، واللي ما يعرفش يعني خطف أقوله أنت خنقتني على فكرة. وكعادتنا ما بنسيبش حاجة إلا ما نتريق عليها، فقررت أخطف صحابي. تحذير، محدش يحاول يقلد اللي هيشوفه. أنا بحب صحابي، أنا بحب صحابي. أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، بناء على رغبة المقهورين، بناء على دعوة كل أم قالت يا رب رجع لي حق ابني، الضيف بتاعنا النهاردة يا جماعة السنة اللي فاتت ادينا له قرصة ودن صغيرة، قلنا خلاص هيتعظ، إنما أبدا استمر في الافتراء على خلق الله. رسالة إلى كل ضحايا هذا الرجل، اطمن يا حسام حسن، حقك هيرجع لك يا سمير يا محمود عثمان أنت والحاج. اطمن يا جمال غندور، ربنا كبير يا مدحت يا شلبي، يا بخت من بات مغلوب ولا بات شغال يا ماشي كمالة. اخيرا اخيرا جت الفرصه علشان ناخد بطار كل المقهورين. معانا قاموس الاعلام الرياضي اللي ما بيعيش في قنوات ابو قلب طيب، اللي انا ما بفوتلوش ولا حلقه. ليه؟ لاني بحبه، بحبه جدا يا جماعه، بحبه لدرجه ان انا بحب اصحابي كلهم، انا مجنون. على اوعدك النهارده ان شاء الله لو عملت علقه كويسه هيبقى ده غير مقلب ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله نعدي منه على خير. تحب علاء صادق. احنا بس عايزين نشوف الدكتور علاء صادق في شكل مختلف، في فورم جديد، مش عايزين بقى جو التحليلات الماتشات وكده، نشوف الدكتور هو مخدود. بعد الحلقه دي بناء على رغبه الجماهير، احنا عملنا مثلا في الحلقه فمن كتر ما الناس حبت الحلقه بتاعت انا بحاول ابرر طبعا لان ده هبل مني، بس عادي بكذب. سوري نو بروبلم. روسيا. هاي. والله انا عارف ان الدكتور علاء صادق لما بيتخض بيتكلم لغه عربيه. يا الهي يا الهي، اهجوم مسلح هذا؟ اسطو مسلح؟ يو جو ميني تايمز ميني تايمز يس نو ريفولوشن Nothing at all. A discotheque? Many discotheques at that. A restaurant? Many, high level, five stores, seven stores in Gona. Me happy now. Yes. Thank you. Thanks.
وبعدين هو حرام، هو لما بيتخض دايما بيفتكر بنته. يعني السنه اللي فاتت بيقول لك انا لما شفت الاسد فكرت بنتي. الباص كان صح؟ فين؟ على الارض. البوليس
طلبت البوليس. طلبت البوليس. يا ابن اللذه هموتك هموتك لو حد ربني هتقله. الحاج فارق طلبت البوليس طلبت البوليس طلبت البوليس. موبايلي مقفول. انت ما بعيش. طلبت البوليس. انت اسمك ايه؟ علاء. بتشتغل ايه؟ صحفي. صحفي. صحفي بتعمل ايه يعني؟ بتعمل ايه؟ في الرياضة. في الرياضة. ايوه. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ ولا ده ولا ده. بتكذب طبعا. بتكذب طبعا. انت اهلاوي وكل الجمهور عارف ان انت اهلاوي. انت اسمك ايه؟ علاء. بتشتغل ايه؟ صحفي. صحفي. صحفي بتعمل ايه يعني؟ بتعمل ايه؟ في الرياضة. في الرياضة. ايوه. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ ولا ده ولا ده. بتكذب طبعا. بتكذب طبعا. انت اهلاوي وكل الجمهور عارف ان انت اهلاوي. بس عايز اقول لك يا دكتور الحلقة دي بناء على رغبة الجماهير. ما شاء الله سقفه جامده العلاء صاد يا جماعه. يا لهوي مش عايز اقول لك سمير محمود عثمان دلوقتي بيرقص. يا دكتور يعني حتى وانت بتثبت مش عايز تقول اهلاوي ولا زملكاوي؟ ما انا مش اهلاوي ولا زملكاوي. لا يا دكتور ما ينفعش. طب الناس عارفه ان انت اهلاوي يا دكتور. والله غلط. ازاي؟ طب ليه انت على طول خط بتدافع على الاهلي؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ هات ميه بس يا دكتور. ليه بتدافع على الاهلي على طول يا دكتور؟ اطلاقا انا اهلاوي فظيع. ده انا انت اهلاوي وانا مش اهلاوي. انا بهاجم النادي الاهلي كتير جدا. بجد؟ والله. يعني انت الوحيد اللي لما كان جوزيه بيتهاجم انت الوحيد اللي كنت بتدافع عنه؟ لاني مقتنع بالراجل ممتاز. جوزيه جامد. ممتاز. احسن مدرب. احسن مدرب جه مصر باي فار يعني. ما شاء الله. اتثبت قبل كده يا دكتور؟ لا اول مره في حياتي. اول مره تثبت صح؟ اول مره. بس انت كده خلاص. انت كده خلاص انت عندك مناعه. مناعه من ايه؟ يعني انت لو اتثبت. بص بص ناعي هم رمضان اللي جاي حتى. من دلوقتي. نعم يعني ادي رمضانين عدوا. رمضان اللي جاي ما فيه تطاول. واحد خلاص. واحد اسد من يومين ما بخلفش. طب طب اللي جايه بقى فيها ايه؟ تنين. لا تنين. لا ما شاء الله. والله والله نعم اهم رمضان اللي جاي. طب وايه احساسك بقى بالجوه والجوه؟ بص واحد واحد في يعني الحمد لله زيي طبعا. انا من فضل الله من فضل طبعا. الله اللي ربنا عطاهوني اكتر من اللي استاهله واكتر يعني من اللي استحقه. فاي حاجه بقى هتتاخد ما تتاخد. ما خلاص المهم الصحه والمهم الروح. حتى لو حتى لو العمر كله اتاخد انا خدت خلاص. لا انت انا خدت اكتر. لا احنا لسه عايزينك. لسه عايزينك يا رب. والله العظيم لسه عايزينك. بس انت السنه اللي فاتت قلت لي ان انت فكرت في انجي برضه. فكرت فيها المره دي؟ بص يعني الحاجه الوحيده اللي انا قلق ان انا يعني افارق الحياه من غير ما اعمل تامين هي بنتي. بس خلاص غير كده الحمد لله. بقول لك يعني الواحد خد اكتر كتير من اللي يستاهل. لا لا لسه لسه. بس انا في حاجه غريبه جدا. انت ماشي يعني ارهابي ارهابي وماشي فجاه لقيت واحد بيقول انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ ارهابي تقدر. لا خلاص بقى مش عايز. لا بس انت خلاص ارهابي. ايه اللي بيقول اهلي وزملكاوي؟ لا ولا حدك حاسس بنبضات قلبك. فانا عايز افك الدنيا شويه. انت فاهم قصدي؟ ربي يبارك لان الدنيا. مين يا دكتور في اللحظه دي حاسس انه فرحان فيك وحياة دينك؟ والله في كتير. لا انا قلت لك. لا 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 بقول لك ايه بامانه شديده جدا جدا جدا. اعلم ان هناك كثيرين يكرهوني. ادوني اسمين. اقول لك في ناس رفعت. لا انا جالي تليفون بعد الحلقه بتاعت الاسد. في حد قال لي حد انت فرمته. لا طب حسام حسن فرحان شويه شويه يعني شوية. لا يعني شعوره مش هيبقى سيء يعني. اما في ناس هتشوف الحلقه دي وتلاقيني بيتعامل فيا الكلام ده. في ناس هتتعاطف معايا. هو مش هيتعاطف. اوكي ده حسام مش هيتعاطف. شيكابالا. لا شيكابالا يعني انا احبه جدا جدا وهو يعلم. لو انت مكان حسن شحاته هتلعب شيكابالا تاني؟ لا. اوكي مين احرف لعيب في مصر حاليا؟ شيكابالا. تفتكر هنخش كاس افريقيا تاني؟ هنخش كاس عالم؟ كاس عالم صعبه. صعب نخش كاس عالم. ليه ليه كاس عالم صعبه؟ لان اولا احنا قاعدين على في ناس قاعده كده وتدخل كاس عالم. انت يا دكتور ما فيش ولا قناه بتعيش لك خالص كده يعني؟ انت هتقضيها ابن بطوطه على القنوات كده يعني؟ بدات بايه القناه في الاول؟ هو في احلى من ابن بطوطه؟ طب اول قناه كانت انا بسالك سؤال كفايه ان ابن بطوطه انت فاكره لغايه دلوقتي مع انه ميت من زمان جدا طبعا. انما شوف انت فاكره. اصل ده رقم قياسي.
لا 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 في ناس اشتغلوا اكتر مني. في كتير. في كم قناه لحد دلوقتي؟ مش عايزين نقول اسماء. كم قناه؟ خمسه. بص بص، واحد اثنين وبعدين ثلاثه، ايوه 4 5 6 7 8 9 وتبص حبس. والله 9 9 قنوات يا دكتور. 9 قنوات بالصلاه على النبي. ماشي. ممكن تبص الكاميرا هنا وتقول لهم ان انا مسامح رامز، لان انت ليك جمهور كبير فمش عايز يزعل مني. اساسا والله العظيم مش مسامح.